قلبي قايل لي انه رح تنفرج عليكي مثل ما شايفتك انت. اذا ما بيطلعوا من الحاره بنحرق حالنا. بس انا ما عاد بدي شيء غير الله يرجع لي ابن عمي بالسلام. افريد هناك الى من هون يا علي الشرف والنخوة والناموس عم تفوتوا على بيوت ما فيها رجال. اذا فاكرين نسوان ومتخبى ورا الابواب بتكونوا كتير غلطانين. وان ما كبريت ما بتصغر.